اليوم التاريخ 19/9/2022، الموقع الجامعة الأردنية عمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله أمكم تمام والأهل كويسين. الله يجيبكم كل أنواع الخير والرزق إلكم قبل ما يجي لنا، نفسيا، ماليا، اجتماعيا، اقتصاديا، صحيا، امنيا، ايمانيا، اخلاقيا. نسمع في مشاكل لكل مكان، في بعضهم مرات مآسي وبعضها مشاكل وبعضها مرات تعصبات، شفها بدران بسويلح بالسلط باي مكان، بمصر، بالخليج، بتركيا، باوروبا. الله يجيب الأمن والسلام ويجيب كل شيء، يعني يجيب كل شيء حلو لكل البشرية. طبعا المحبة هي أساس كل شيء، المحبة، واحد لما يحب الثاني بيعطيه من غير مقابل، بيسامحه على أغلاطه، بيتمنى له الخير إله، لأنه نجاح أي واحد بيكون نجاح للثاني، هذا يعني يحبه. فالحمد لله على كل شيء، احنا بنحب كل الناس. هنقرأ دعاء بسيط للوالد الله يرحمه محمد مهدي يكسل، للشفاء جميع الناس من الأمراض، وأكيد لكل الناس اللي توفوا، للعايشين، من شفاء العايشين كمان اللي عندهم أي أمراض اجتماعية، أمراض صحية، أمراض نفسية، كمان ربنا يشفيهم. يلا سلم ايديكم وقلكم. يا ابن الروح، في اول القول املأ قلبا جيدا حسنا منيرا، لتملك ملكا دائما باقيا ازلا قديما. يا ابن الانسان، لا تحزن الا في بعدك عنا، ولا تفرح الا في قربك بنا والرجوع الينا. قلبا طاهرا فاخلق فيه يا الهي، زينا جدد فيه يا منائي، وبروح القوة ثبتني على أمرك يا محبوبي، وبنور العظمة فاشهدني على صراطك رجائي.